المصريين عندهم كده خصوصية شديدة لشهر شعبان، بيعتبروه تدريب للنفس قبل شهر رمضان. في قطاع عريض من المصريين مؤمن بأنه ليلة النص من شعبان تحديدا بتترفع فيها الأعمال للمولى عز وجل، وإن صيام ليلة النص من شعبان أو صيام الأيام الثلاثة في منتصف الشهر ليه ثواب صيام الدهر كله. دي قناعات وإيمانيات مترسخة في عقول المصريين وفي عقول قطاع عريض من المسلمين في أنحاء العالم، ولكن في بعض الآراء الفقهية اللي مش بتخصص الفضل لأيام معينة في شهر شعبان، بيقولوا إنه الأعمال بتترفع في الشهر كله مش في ليلة بعينها. الرأي ده قاله دكتور محمد علي الداعية الإسلامي وواحد من علماء الأزهر الشريف اللي ما نزعش الفضل عن ليلة النص من شعبان، لكنه قال إن الأعمال مش بترفع فيها على وجه الخصوص، ولكن من أفضلها غفران الذنوب، وأكد إن مفيش نص صحيح ورد في صيام وقيام ليلة النص من شعبان، وإن اللي ناوي يصوم اليوم ده بيشمله معنية الأيام البيض اللي هم 13 و14 و15 شعبان، وأكيد هتبقى من ضمنهم ليلة النص من شعبان مش بنية صيام الليلة دي اللي هي ليلة النص من شعبان منفردة، لأن ده ما كانش من هدي الرسول الكريم. وقال كمان إن مفيش دعاء ولا قيام معين لليلة النص من شعبان، وإن الدعاء والقيام مطلوبين في أي وقت. معنا على التليفون الشيخ أحمد ترك من علماء الأزهر الشريف. شيخ أحمد أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. هل فعلا يا فضيلة الشيخ مفيش أحاديث تؤكد فضل ليلة النصف من شعبان، وإن الحديث اللي بنستشهد به المقصود منه شهر شعبان بالكامل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل سنة وحضرتك كل طيبة، كل سنة وحضرتك طيب وبخير، والمصريين كلهم بخير والعالم العربي والإسلامي. أسأل الله أن يجعل يومنا أفضل من أمسنا وغدنا أفضل من يومنا. الحقيقة شهر شعبان له فضل كبير، ورد فيه أحاديث كثيرة، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شهر شعبان، وهذا موجود وصحيح، ويعني الناس تلقفون ذلك ويصومون ويستعدون لشهر رمضان المبارك من خلال شهر شعبان. اعتاد الناس أن يحتفلوا بليلة النصف من شعبان لعدة أسباب. السبب الأول أن هناك عدة روايات وإن كانت ضعيفة، إلا أنه في المصطلح الحديثي والفقهي أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال. يعني الحديث الضعيف لما يقول لنا اذكروا الله نذكر الله، نصلي نصلي، نسجد نسجد، لكن الحديث الضعيف لا يعمل به في الأحكام، افعل ولا تفعل فيما يخص الأحكام وفيما يخص الحدود. فمثلا على سبيل المثال هناك رواية رواها ابن ماجه في السنن أن عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتل فأعافيه، إلى غير ذلك. فما فيش مانع ان الناس تخص ليلة النصف من شعبان بالدعاء وبالقيام، وهذا لا يتعارض لا مع الشريعة ولا يتعارض مع سنة النبي. طب انا لازم اعمل الدعاء والقيام 13 و14 و15 وصوم الثلاثة؟ ما فيش حاجة اسمها لازم، احنا بنتكلم في فضائل. نعم، احكام الشرعية خمسة احكام مش حكمين بس. الاحكام الشرعية ليست سنة وبدعة، الاحكام الشرعية هي الحلال والحرام والمباح والمستحب والمكروه، فاحنا بنتكلم في اطار الفضائل. يعني من صام سيؤجر، ومن لم يصم ليس عليه شيء ولا يعاتب، فبالتالي ما فيش حاجة اسمها لازم. الناس بتصوم 13 و14 و15 لانه صيام الثلاث ايام بيض من كل شهر عربي سنة عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يصوم ذلك في شعبان وفي غير شعبان. فالناس بيجمعوا ما بين فضائل كثيرة،
في هذه الليلة المباركة وفي هذه الأيام المباركة يتقربون إلى الله ويقفون على أعتاب جناب الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن ننكر عليه. الأمر الآخر إن إحنا بنحتفل في ليلة النصف من شعبان بالحادث الشهير تحويل القبلة. نعم. وتحويل القبلة ذكر في القرآن الكريم في سورة البقرة في آيات كثيرة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قال فلنولينك قبلة ترضاها. فحادث تحويل القبلة اللي هو بيعلمنا دروس كثيرة جدا، هو الربط ما بين بيت الله الحرام والمسجد الأقصى، وأيضا بيعلمنا أن الأمة الإسلامية هي امتداد للأمم السابقة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، هي امتداد للرسالات الإلهية التي نزلت على الأنبياء قبله. وبيعلمنا برضو إن احنا دائما أمام الله نقول لبيك 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 يا ربنا. فورد أن كان المسلمون 16 شهر يصلون ناحية مسجد الأقصى بناء على ان ده كان قبلة الانبياء من قبل ذلك، فكانوا يتوجهون الى الشمال، فكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يحب ان تكون القبلة الى بيت الله الحرام ويسر بذلك، يخشى ان يكون ذلك هوى، فالله سبحانه وتعالى قال له فلنولينك قبلة ترضاها، ونزل الامر الالهي بتحويل القبلة الى بيت الله الحرام. نعم. ومر بعض الصحابة على قوم يصلون في مكان بالمدينة وكانوا يتوجهون الى المسجد الاقصى، فقال اشهد اني قد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد توجه الى بيت الله الحرام، فاستداروا وهم في صلاتهم الى الجنوب الى مكة المكرمة. نعم. وسمي هذا المكان، بني عليه مسجد وسمي بذي القبلتين. بنروح نزوره لما بنروح نعم. عمرة وبنزور المدينة المنورة. شكرا. الشاهد هنا ما فيش مانع ان احنا نستذكر هذه المعاني الجميلة، وخاصة نحن في ضغوط مادية شديدة، ما أحوجنا إلى أن نرجع صحيح. على المستوى الروحي إلى هذه المعاني. صحيح. أشكرك الشيخ أحمد ترك من علماء الأزهر الشريف.